اسمي محمد راشد، اسيستنت بروفيسور في قسم ميكانيكال باور. ان شاء الله نكمل بقى كورس الهيت ترانسفير. انتوا عارفين طبعا الكونتنتس بتاعته اكيد عدت عليك قبل كده. احنا كده المفروض ان انت خلصت الجزء اللي هو يخص الستيدي ستيت كوندكشن. ستيدي ستيت كوندكشن انا ان شاء الله هبدا بقى اتكلم معاك في الان ستيدي كوندكشن بكل تفاصيله. الان ستيدي بقى فيه تفاصيل كتير. الان ستيدي كوندكشن وهبدا الكونفكشن. عارفين كونفكشن في منه ناتشرال كونفكشن وايه فورس كونفكشن. انا هاخد ناتشرال كونفكشن وبعد كده دكتور هاني خاطر بقى يدخل يكمل فورس كونفكشن وبقيه بقيه الكورس يعني فورس كونفكشن. خلاص. فانا بالنسبه لي عندي كام توبيك؟ اثنين، تو مين توبكس اللي هو الان ستيدي كوندكشن والناتشرال كونفكشن. خلاص. ايه اللي هيدخل منه بقى في الميد تيرم واللي مش هيدخل ميد تيرم لسه مش باين يعني مش هنعرف حسب احنا ايه الريت بتاعنا ماشي ازاي. تمام. طيب حضرتك كل اللي عملته قبل كده انك درست الوان دايمنشنال ستيدي ستيت كوندكشن، صح؟ صح ولا لا؟ وان دايمنشنال ولا كان اكتر؟ هو وان دايمنشن. احنا نفس الكلام برضو هنشتغل على وان دايمنشنال ان ستيدي كوندكشن. التو دايمنشنال انت لو فهمت الوان دايمنشنال التو دايمنشنال بالنسبه لك بقى يعني تعرف تشتغله يعني لوحدك بقى. في انتوا خلصتوا نيوميريكال؟ خدتوا نيوميريكال اناليسز ولا لسه؟ ولا شغالين فيها دلوقتي ولا خدتوها قبل كده؟ السنه فاتت يعني انت حليت معادلات كوندكشن اصلا تو دايمنشنال. فاكرين البليت اللي بيتقطع ده ما ده كان كوندكشن ايكويشن. المهم يعني فهو انت لو اكتر من وان دايمنشنال بيبقى صعب ان احنا نحله اناليتيكال بالطريقه اللي احنا بنقولها دي. احنا بنحل دلوقتي المعادلات بنمسك الديفرنشال ايكويشن بنحلها اناليتيكال. لما يبقى تو دايمنشنال بقى الموضوع صعب شويه فبتضطر انك تروح تحله ايه نيوميريكال. بس ده الموضوع. فعشان كده احنا دايما بنهتم دلوقتي في الهيت ترانسفير بالوان دايمنشنال وخلاص. لو فهمت الكونسبت ده هتروح تابلاي نفس الفكره بس النيوميريكال ابروتش وتحل. تمام. طيب فاحنا كلامنا النهارده بقى نبدا ان شاء الله الان ستيدي اللي احنا بنقول عليه ترانزيانت. ترانزيت هو الان ستيدي يعني وان دايمنشنال كوندكشن. ايه الفرق بين الستيدي والان ستيدي سريعا؟ ها ايه اللي هيفرق هنا؟ ايه هو اللي هيتغير مع التايم؟ التمبرتشر. التمبرتشر التمبرتشر بدل ما كان قبل كده عندك يقول لك انا عندي وول مثلا السيرفيس ده مينتيند عند 100 سيليزيوس ثابت عند 100 والناحيه الثانيه مينتيند عند 20 ثابت عند 20 والبروفايل في النص ثابت مع الزمن ما بيتغيرش. لا اللي هيحصل بقى النهارده انه ايه؟ كل ده مع الزمن هيتغير. يعني من الاخر كده من الاخر ببساطه كده عندك جسم بيبرد او جسم بيسخن مع الوقت. التمشه بتزيد مع الوقت او بتقل مع الوقت. حضرتك دخلت حاجه الفرن صينيه بطاطس طالعه من الفرن كده وسخنه مولعه درجه حرارتها 200 تسيبها في الهواء بيحصل لها ايه؟ عماله تبرد تبرد تبرد. هو ده اللي احنا هنعمله بالظبط. انا بدرس ايه دلوقتي بقى؟ التمبرتشر تشينج مع تايم ده الريت اوف تشينج ده. تمام كده. فانا اجي اقول لك مثلا في السؤال مثلا اجي اقول لك شوف بعد 5 دقائق درجه الحراره بتاعت الجسم ده كام، بعد 10 دقائق كام كده يعني. فاهمين؟ فعنصر الزمن هيبدا يدخل بقى بارامتر بتاع التايم اللي انت كنت بتشيله قبل كده على اعتبار ان احنا شغالين ستيدي دلوقتي لا هندخله. طيب فاحنا عاوزين نعمل ايه ببساطه خالص؟ اولا في سؤال قبل كده برضو قبل ما ندخل برضو. هي الحياه معظمها ستيدي ولا ان ستيدي؟ انا بتكلم في الغالب يعني الحياه معظمها ايه؟ الحياه معظمها ايه؟ الحياه معظمها ستيدي. الان ستيدي حالات مش كتيره يعني. الحياه معظمها ايه؟ ستيدي. الغالب هو الستيدي ستيت. انت بتعمل ديزاين على الستيدي ستيت. فاكرين انتوا مثلا انتوا عارفين في الثيرمودينامكس مثلا رانكن سايكل مثلا يعني عارفين رانكن سايكل؟ بويلر وتربينه وكوندنسر والكلام اللطيف ده. لما يجي يقول لك النقطه اللي خارجه من البويلر دي البريشر والتمشر بتوعها كذا وكذا قال لك ده بيتغيروا مع تمبرتشر مع تايم. مش اسامبشن ده مش اسامبشن ده حقيقه. الديزاينز كلها بتتعمل على الستيدي ستيت اصلا. انت لما تيجي تعمل ديزاين لتربينه ولا تعمل ديزاين لبويلر ولا تعمل ديزاين لكوندنسر هتعمل ديزاين لايه؟ لوضع ثابت. البريشر والتمشر داخلين له كذا كذا وعايزين يخرجوا بستيت كذا. امال الان ستيدي ده بيحصل امتى؟ الان ستيدي ده بيحصل امتى؟
في الستارت اب بالظبط كده. هتاك السايكل دي في الاول، تعال فكر في التلاجة مثلا، فكر في التلاجة. التلاجة دي نزلت حضرتك اشتريت تلاجة جديدة خلاص كده، وروحت البيت ركبت يعني حطيت التلاجة وبدأت تحط الحاجة جوه التلاجة ومليت التلاجة اكل لسه مشغلتهاش. التمشرز بتاعت كل اللي في التلاجة ده ايه؟ كله زي بعضه في الاول، ودرجة حرارة كام؟ زي الامبيانت، مفيش حاجة خلاص. هتبدأ تشغل التلاجة بقى، اول ما حضرتك وصلت الكهرباء وشغلت التلاجة يحصل ايه بقى؟ درجة حرارة جوه تبدأ ايه؟ ها؟ تبدأ تقل 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 لحد فين؟ لحد ما توصل للديزاين فاليو، اربع درجات بقى، خمس درجات، ثلاث درجات، حسب ظبطتك انت بقى للتلاجة اللي انت عاوزها. خلاص ظبطت مثلا على اربع درجات، يبقى كله هيوصل لاربعة، وتفضل قاعدة شهر كده اربعة لحد ما حضرتك تفتح التلاجة تاني. صح كده؟ يعني اللقطة بتاعت الانستيدي دي ده ربع ساعة مش كده؟ وكله بعد كده شغال ايه؟ استيدي. انت بقى الديزاينر هيعمل ديزاين على الاستيدي ولا الانستيدي؟ على الاستيدي طبعا، على الاستيدي اكيد يعني. انستيدي بقى ده 10 دقايق ربع ساعة في الاول وانتهى الامر. فاهمين الفكرة دي؟ واضح؟ طب احنا بندرس الانستيدي ده ليه بقى طالما هي الدنيا كده؟ عشان العشر دقايق دول، عشان العشر دقايق دول. ليه؟ لان ممكن تحصل في العشر دقايق دول تحصل كارثة، تحصل مصيبة. فانا بدرس اشوف بس ايه اللي بيحصل هنا عشان لو في حاجة تستدعي ان انا اخد احتياطي عشان اعملها. بس دي نقطة. النقطة التانية ان في حالات، في كيسز بتحصل انستدي، بس هي مش كتير يعني، لكن بيحصل طبعا في مواقف معينة انستدي خلاص. انما انا بكلمك على غالب الحياة زي ما تشوف انت في كل الكورسات اللي بتدرسها كله استدي اصلا. واضح؟ طيب فالنهارده هنتكلم بقى على الانستيدي وان دايمنشنال كوندكشن. ايه المطلوب؟ عايزين نوصل لايه في الاخر؟ زي ما قلنا كده، عايزين نوصل لتغير التمبرتشر مع ايه؟ مع الزمن. يعني عايز اجيب تمبرتشر بروفايل، بس مشكله التمبرتشر بروفايل، التمبرتشر بروفايل يعني ايه؟ كلمه تمبرتشر بروفايل دي يعني ايه؟ يعني توزيع التمبرتشر مع الاكس. توزيع، ما هو دلوقتي الجسم ده له ابعاد مش كده؟ السوليد ده له ابعاد. هل النقط في كل الجسم ده ليها نفس التمبرتشر؟ مش عارفين يعني، هو غالبا لا يعني، ده اللي احنا عايزين نشوفه دلوقتي، بس يعني في الغالب لا. فاحنا عاوزين توزيعه التمبرتشر مع الاكس او مع الار مثلا يعني، فاهمين يعني اقصد؟ عايزين التمبرتشر ديستريبيوشن في السوليد ده عايزين نعرفه. بس المشكله بقى المره دي ان التمبرتشر ديستريبيوشن ده ماله بقى؟ يعني انا جبت التمبرتشر ديستريبيوشن اهو على الاكس، التمبرتشر ماشيه كده بتقل من السطح ده وعماله تقل 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 مثلا اهو، جبت التمبرتشر ديستريبيوشن مع الاكس، تي فانكشن في اكس. المشكله الجديده النهارده ايه؟ ان التمبرتشر بروفايل ده نفسه كده بعد ما حضرتك جبته، هو ده نفسه بقى بيتغير مع الوقت. فاهمين؟ فاحنا دلوقتي عندنا التمبرتشر فانكشن في ايه؟ في اكس وتايم، مش اكس بس ومش تايم بس برضو. فاهمين اللقطه دي؟ فده اللي احنا عايزين نعمله. طب عشان نجيب التمبرتشر فانكشن في اكس عايز معادله كده اهو، التمبرتشر از ا سبجكت فانكشن في اكس وتايم، اعمل ايه؟ اه بالظبط كده، نبدا بالهيت كوندكشن ايكويشن اللي احنا اثبتناه اول محاضره بقى خالص مش كده. نمسك الهيت كوندكشن ايكويشن اللي هي كانت سكند اوردر ديفرنشال ايكويشن دي فاكرين، ونحلها. بس واحنا بنحلها انت قبل كده طيرت الترم اللي هو الرايت هاند سايد اللي كان فيه ايه؟ تغير التمبرتشر مع التايم، رحت حاطه بزيرو. احنا المره دي مش هنحطه بزيرو، ونشوف بقى في الاخر يطلع لي تي فانكشن في ايه؟ في اكس وايه وتايم. فاحنا هنبدا منين؟ هنبدا من الهيت كوندكشن ايكويشن دي اهي، حافظها انت وعارفها كويس طبعا. بارشال بارشال اكس بتاع كي بارشال تي بارشال اكس بلس كيو تريبل داش، ده اللي هو مين؟ الانترنال هيت جنريشن بير يونت فوليوم مش كده؟ بتساوي رايت هاند سايد عندك رو الدنسيتي بتاعت السوليد في السي، ها؟ في بارشال تي بارشال سمول تي، السمول تي تحت اللي هي تايم يعني. تغير التمشن مع التايم. دي سكند اوردر، دي سكند اوردر بارشال ديفرنشال ايكويشن في التايم ولا في الاكس؟ في الاكس، هي فيرست اوردر في التايم. يبقى انت عشان تحل المعادله دي عاوز ايه؟ عشان تحل المعادله دي دلوقتي محتاج ايه انت؟ محتاج اتنين باوندري كونديشن وواحد انيشيال كونديشن. اتنين باوندري عشان الاكس، انا عايز عند اكس بكذا تي بكذا، وعايز عند اكس بكذا تي بكذا، دول هيظبطوا لك الاكس خلاص. بس عايز واحد في التايم بقى، صح ولا لا؟ يبقى انا محتاج ايه عشان احل المعادله اللي زي دي؟ ثلاثه كونديشنز، اتنين باوندري وواحده انيشيال، او واحده معتمده على التايم يعني خلاص. فانت بس في خطوه هتزيد عليك يعني، ده الموضوع يعني. طيب لا بعد ان شاء الله ما هنحل بقى، ربنا يدينا الصحه كده ونحل المعادله دي، هنطلع للتي في الاخر فانكشن في ايه دي اللي هنوصل لها بقى في الاخر، دي النتيجه
ان التمشن فانكشن في ايه؟ في الاكس والتايم. طيب احنا بالنسبه لنا هنعمل ايه؟ هناخد الكي كونستنت. انا دايما في الكورس ده انا افترض ان الكي ايه؟ ثابته مع الاكس يعني ما بتتغيرش، يعني السوليد ده له ثيرمال كوندكتيفيتي كذا. حسب طبعا التمشن بتاعته هناخد الافرج وتفهمين القصه دي. خلاص كده؟ فاحنا الكي بالنسبه لنا هنعتبرها ثابت، فيطلع بره الكلام ده كله، يبقى واقسم المعادله دي كلها على الكي، مش كده؟ لما تقسم المعادله دي كلها على الكي بعد ما طلعت بره هنا بقى ايه اللي عندك؟ بارشال سكوير تي بارشال اكس سكوير بلس ها الكيو تريبل داش ده على الكي زائد الناحيه الثانيه عندك رو سي اوفر، راحوا مسمين الرو سي اوفر كي دي الجزء ده الحته دي رو سي اوفر كي الحته دي كده راحوا مسمينها 1 على الفا. يبقى دلوقتي الالفا هي ايه؟ الالفا هي كي على رو سي. ده تعريف الالفا اللي هي اسمها ثيرمال ديفيوسيفيتي. ثيرمال دي ماتيريال بروبرتي زيها زي الكي كده وزيها زي الدنسي وزيها زي السي بروبرتي للماتيريال. كل ماتيريال ليها الثيرمال ديفيوسيفيتي بتاعتها، وهي عباره عن شويه بروبرتي زي ما انت شايف كده دنسي صح وثيرمال كوندكتيفيتي وسبيسيفيك هيت. خلاص كده؟ يعني لما حضرتك تفتح السوليدز مثلا تفتح التيبلز مثلا بتاعت الكابر او بتاعت الالومنيوم بتاعت اي حاجه تلاقي فيه عمود كده بيقول لك الالفا بكذا اللي هي الثيرمال ديفيوسيفيتي بكذا. طبعا تقدر تشوف ان اليونتس بتاعتها متر سكوير بير سكند زي ما انت شايف كده متر سكوير بير سكند. فانا الترم اللي هو رايت هاند سايد ده هيبقى هيظهر معايا بقى النهارده هيبقى موجود. حد عنده مشكله لحد هنا؟ يبقى هو ده دي المعادله المفروض ان احنا نحلها دلوقتي. هي دي المعادله المفروض احنا ايه؟ دي المعادله اللي احنا عايزين نحلها. طيب عايزين بس نشوف شويه اكزامبلز كده على موضوع الانستيدي ده. فدلوقتي مثلا ركز بقى كده، لو عندي سيمتريك بلين وول، انتوا شايفين كويس؟ الناس شايفها كويس؟ لو عندي سيمتريك بلين وول، سيمتريك يعني الباوندري كونديشنز اللي هنا زي الباوندري كونديشنز الناحيه الثانيه. لو عندي سيمتريك بلين وول بالمنظر اللي حضرتك شايفه ده كده اهو، حيطه اهي، وادي السنتر لاين، والناحيه دي عندي فلويد اسمه او يعني لو تمبرتشر اسمها تي انفينيتي وايه؟ وهي ترانسفير كوفيشنت اتش، الناحيه الثانيه نفس الكلام برضه تي انفينيتي واتش. خلاص كده؟ طيب ركز بقى ركز. الجسم ده انيشيالي في الاول خالص كان عند تمبرش اسمها تي اي تي انيشيال. حلو؟ ودايما التي انيشيال يونيفورم. يعني دايما يعني ايه؟ يعني دايما انيشيال. لما اقول لك انيشيال الجسم ده عند 40 يبقى كله 40، كل النقط اللي عليه 40. خلاص؟ فالتي انيشيال يونيفورم هي ثابته على الجسم كله. خلاص كده؟ والتي انيشيال دي اكبر من التي انفينيتي، يعني الجسم ده سخن. فانت ما هتسيبه مع الزمن، انت متوقع، ما خلي بالك الخط الاحمر اللي انا رسمه ده ايه ده؟ اسمه ايه ده؟ ده تمشن ديستريبيوشن، ده البروفايل، ثابت اهو، يونيفورم. انت متوقع بقى ان ده هيفضل كده مع الزمن؟ هتقل ولا تزيد؟ هتقل، تبدا تمشن تقل 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 تقل، صح؟ بس هتقل يونيفورملي برضه ولا لا؟ يعني انت متوقع دلوقتي لما نيجي نقل بعد خمس دقايق التمشن بروفايل يبقى شكله عامل ازاي؟ بعد خمس دقايق مثلا او ثلاث دقايق هيطلع شكله ايه؟ ما هو بالظبط كده، ما هو السيرفس ده زي ده مش كده؟ ما هو في سيمتري. والماكسيمم تمشن متوقع تكون فين؟ الماكسيمم اكيد في النص، اكيد يعني لوجيك مش كده؟ فيطلع شكله ايه؟ بالمنظر ده صح الكلام ده؟ طيب الزمن عمال يعدي، ها؟ التمشن بروفايل ده يحصل له ايه؟ ينزل تاني، ها؟ الزمن عمال يعدي، عمال ينزل تاني، يعدي، ينزل. شايف ملاحظ ايه بقى؟ في حاجه هنا، الموضوع ايه؟ ماشي في سكه انه في الاخر كله هيوصل ليونيفورم تمبشر برضه اللي هي كام؟ اللي هي تي انفينيتي. لو سبت وقت كافي وصل لثيرمال ايكوليبريم مع السراوندنج بقى كله تي انفينيتي تاني، هنوصل في الاخر لايه؟ كله يوصل لتي انفينيتي يونيفورم برضه بعد زمن، حسب بقى يعني، بس بعد زمن طويل يعني، تعال نقول دلوقتي. خلاص كده؟ يبقى ادي التوزيع اهو، ادي التمشن بروفايل اللي بيتغير مع الزمن. يبقى ده عندي تي ايكوال تي 1 مثلا، ده عندي تي ايكوال تي 2 تي 3 تي 4 تي انفينيتي بقى ولا اي حاجه. خلاص؟ مفهوم الحكايه دي؟ لو تلاحظ هنا ايه بقى؟ التمشن هنا فانكشن في اكس وتايم. باينه طبعا. مش كده؟ طيب. فتي انيشيالي تي التي اي اللي هي الانيشيال تمشن دي عند تايم ايكوال 0. وجنرالي بقى جنرالي هي تي عند اي تايم اكبر من زيرو، تي انفينيتي عند تايم بكام؟ تنس تو انفينيتي، يعني التايم كبير ده. حد عنده مشكله في الكلام ده؟
طيب لو خدت انت مثلا الماكسيمم تنشن النقطه دي بس النقطه دي وقعدت تشوف النقطه دي بس تغيرها مع التايم عامل ازاي عمال يقل صح كده فانت تقدر ترسم مثلا حاجه زي كده ده كده التي ماكسيمم اهي التي ماكسيمم اللي هي في السنتر مش كده مع التايم اهو عماله تقل 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 لحد مع تايم بعد تايم طويل هتوصل في الاخر لايه للتي انفينيتي خلاص طبعا زي ما انت شايف هنا كده الانترنال انرجي بتاعت الجسم دي عماله ايه تقل انها تمشي بتقل فكده الانترنال انرجي بتاع السوليد ده مع الوقت عماله ايه تقل 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 في مشكله في ده كلام منطقي طيب حلو قوي ده مثال يعني ده مثال ان التمشن عماله ايه تقل طيب ممكن نشوف مثال تاني عندي الكتريكالي هيتد واير واير كهرباء واير كهرباء بيعدي في الكرنت مش كده ففي الاول في الاول قبل ما يعدي الكرنت وقبل اي حاجه التي انيشال هي مين هي التي بتاعت السراوندنج تي انفينيتي وبعد مرور بقى الكرنت ده يبدا مع الوقت التمشن تعلى 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 تاني صح كده فعكس اللي احنا قلناه فالكرنت عدى اهو فيبدا نتيجه الكلام ده التمشن بروفايل بيزيد التمشن عماله تعلى لحد ما نوصل بقى لايه خلي بالك بقى خلي بالك انت عملت التمشن عماله تزيد 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 لحد ما هوصل عند بروفايل منهم يثبت مع الزمن بعد كده يثبت خلاص اللي هو اسمه ايه ده الاستدي يعني من اللحظه دي وطالع استدي خلاص وده مش شغلتي انا شغلتي في الحته دي لحد هنا صح ولا لا طب ايه اللي وصله للاستدي حد عنده تصور يتعلم نفكر فيها بقى فيزيكال نمسك بقى نخش جوه التفاصيل بقى قوي ونعرف ايه اللي ثبت التمشر دي يعني ليه عماله تزيد تزيد وفجاه وقفت ايه الريت وفي ترانسفير ايوه ها ايوه بالظبط كده بالظبط بص في الاول خالص عدى كرنت خلاص يبقى كان انا عندي انترنال هيت جنريشن مش كده ده جاي من الكرنت اللي معدي ففي جنريشن جوه السوليد ده المفروض الهيت جنريتد دي المفروض انها بتترمي بره صح ولا لا يعني تترمي بره باي كونفكشن ما هو بره في هواء مثلا او في فلويد طيب في الاول خالص التمبرتشر هنا قليله بعد مثلا ثانيتين ولا حاجه تمشي على السيرفس كام لسه صغيره يعني اعلى من الانفينيتي بحاجه بسيطه قوي فالهيت ترانسفير من هنا لهنا ايه صغير اقل من الكيو جنريشن صح كده طيب مع الوقت التمبرتشر طبعا هتعلى ما هو الكيو جنريشن اعلى مش كده من اللي بيفقد فالانترنال انرجي عماله تزيد فالتمبرتشر هتزيد فوصلنا لهنا لسه التمبرتشر هنا ناقص التمبرتشر هنا مدياني هيت ترانسفير اقل من الجنريشن يفضل كده السيرفس تمبرتشر عماله تزيد 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 الى ان نصل الى نقطه السيرفس تمبرتشر بتبعت الهيت للفلويد اللي بره بنفس معدل الجنريشن جوه يبقى ساعتها كل اللي بيجنريتد يطلع كل اللي بيجنريتد يطلع التمشه تزيد تاني ليه بقى مش هتزيد يبقى هي اللحظه دي هي لحظه الستيدي ستيت كل اللي جاي بعد كده خلاص ستيدي فاهمين اللي بيحصل واضح الكلام ده حد عنده مشكله فعندي تي بزيرو هي التمشه الانيشال كانت هي تي انفينيتي وزي ما شفنا كده التي عماله ايه عماله تزيد وانا ماشي فاحنا بنقول ايه اهو ده اللي احنا قلناه اهو التي انفينيتي اهي وعماله تزيد 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 انا بتكلم على التي ماكسيمم اللي بتاع السنتر لاين ها عماله تمشي تزيد مع التايم اهو لحد ما اوصل لمرحله خلاص ايه تمشي تثبت بقى اللي هو الجزء اللي ستدي انا شغلتي في الجزء ده ولذلك التايم ده احنا بنسميه ايه بقى التايم اللي هو عنده وصلت ستدي ستيت بنقول ده اسمه ستدي ستيت تايم ودي احيانا كتير جدا بتبقى محتاج تعرف الرقم ده كام ايه التايم اللي بعده خلاص انا ستدي ستيت يعني فازي واير انترنال انرجي انكريزز باي تايم انتل ذا ستدي ستيت از ريتشد خلاص فهمنا القصه دي حد عنده اي سؤال في اي مشكله طيب عندنا بقى هنا احنا قلنا دلوقتي جنرالي التمشر فانكشن في ايه ها زي ما انت شايف كده فانكشن في ايه في اكس وتايم خلاص تمشي فانكشن في اكس وتايم انما احيانا ركز من كلمه احيانا دي بنهمل التغير في الاكس ركز بقى عشان ايه الحته دي تفهمها كويس بنهمل التغير فين في الاكس ليه اكس كبيره ولا اكس صغيره يعني الجسم لو كبير قوي هل انجلكت التغير في التمشر جوه هنا مش منطقي وعكس اللي انت قلته تماما هو لو الجسم صغير مش كده ممكن التغير بسيط قوي فممكن اهمله يعني نفكر فيها كده فهو عموما خلينا نتكلم بشكل عام يعني
انا ممكن في حالات معينه اقول والله بص التمبرتشر فانكشن في تايم بس. هي الحقيقه، الحقيقه ايه؟ اكس وتايم، ده مؤكد. انما ممكن تحت ظروف معينه هنشوفها دلوقتي اقول انه التمبرتشر از يونيفورم، هي انستدي بس يونيفورم، فهي ثابته على كل النقط فما بتتغيرش مع الاكس، انما بس تغيرها مع مين؟ مع التايم. ممكن اعمل الاسامشن ده، والاسامشن ده الغرض منه ايه؟ ايه الهدف منه؟ ايه الهدف؟ اسهل الموضوع شويه، ابسطه شويه، يديني نتائج سريعه على طول. ولو قدرنا يعني نشوف كرايتيريا معينه، معيار معين يقول لي ان انت مثلا لو اكتر من ده او اقل من ده الاسامشن ده مقبول وقراياته او يعني نتائجه مظبوطه، يبقى خير وبركه. صح كده؟ ده اللي احنا عايزين نعمله دلوقتي. فاحنا هنتكلم في ايه دلوقتي؟ يقول لك perfectly conducting solids. ركز بقى معايا قوي في العنوان، اسمه ايه؟ perfectly conducting solids. يعني ايه perfectly conducting؟ يعني الجسم السوليد اللي انا بتكلم فيه ده perfectly conducting، يعني الكوندكتيفيتي بتاعته تتخيل يعني انها عاليه قوي، فكل نقطه بمجرد ما تسخن شويه اللي حواليها يسخن بسرعه كله، فتقريبا كله زي بعضه. التمشه كلها ايه؟ يونيفورم. فعشان كده بنسميها ايه دي؟ perfectly conducting solids. تمام؟ طيب البيرفكتلي كونتاكتنج سوليدز ده استفدت منها ايه؟ قلت لك اهو سوليدز ويز ايه بقى؟ ها؟ نيجليجبل تمشر جريدينت، مفيش تمشر جريدينت خلاص لانه التمشر از يونيفورم دلوقتي، فما عنديش دلوقتي تمشر ايه؟ ما عنديش تمشر جريدينت. واضح كلام؟ طيب الطريقه دي او يعني الاسامشن ده لما هنعمله هنشوف دلوقتي هنعمله امتى؟ الاول بس لما هنعمله خلاص، يبقى انا دلوقتي عندي التي فانكشن بس في ايه؟ في التايم. انا محتاج بقى المعادله او شكل الفانكشن اللي هي تربط التمبرتشر بالايه؟ بالتايم. ساعتها بنعمل ما بنعمل الاسامشن ده بنسمي الطريقه دي لامبد كاباسيتانس ميثود. اسمها ايه؟ لامبد كاباسيتانس ميثود. فما اجي اقول لك حل المساله يوزنج لامبد كاباسيتانس ميثود، تفهم ايه انت لوحدك؟ ان التمبرتشر بس بتتغير مع التايم، وكل النقط جنب بعض ليها نفس الايه؟ ليها نفس التمبرتشر. طبعا دي اكيد الحاله السهله اللي احنا النهارده هنخلصها ان شاء الله، المره الجايه نصعبها شويه ونقول لا ده احنا كمان بنغير مع الاكس، دي هتبقى المحاضره الجايه. خلاص كده؟ تمام؟ طيب فاحنا بنقول ايه بقى؟ دلوقتي انا عندي الجسم ده اهو، بص كده انيشيالي عند التي اي، وتقولنا ان انيشيال دايما انيشيال تمشي دايما ايه؟ يونيفورم، سواء بقى الشرط بتاعنا اللي هنقول ده متحقق مش متحقق ماليش علاقه، دي دايما على طول الانيشيال تمشي از يونيفورم. خلاص؟ والتمشر دي كانت اكبر من التي انفينيتي اللي بره، يعني الجسم ده سخن ومع الوقت بقى المفروض انه ايه؟ يبرد، فلما هيبرد مع الزمن متوقع شكل البروفايل يحصل ايه؟ يحصل له ايه؟ شايف؟ نزل اهو، نزل تاني، نزل تاني، نزل تاني لحد ما وصلنا لتي انفينيتي. نفس الكلام اللي فات، بس الفرق الوحيد ان انا لغيت الجريدينت. بس تمام كده؟ فبيبقى السؤال، بيبقى السؤال دايما في المساله دي احسب لي بعد مرور 5 دقائق التمشر بكام؟ ما بيقولكش التمبرتشر فين بكام. واخدين بالكم من الكلام ده؟ احسب لي التمبرتشر بكام بعد تايم كذا، شكرا. خلاص. طيب. فاحنا بنقول ايه بقى؟ ركز بقى معايا عشان نشوف امتى نعمل الكلام ده، امتى نعمله، امتى الكونديشن ده او الاسامبشن ده يبقى مقبول، ولو استخدمته يعني مفيش مشكله في الـ في الـ في, الـ في النتائج اللي هيطلعها لي. امتى بقى ده يحصل؟ ها تعال نفكر احنا كده، امتى يحصل؟ سيبك انت بقى المكتوب. يعني امتى يعني يبقى الاسامبشن ده قريب من الحقيقه او مش بعيد قوي عن الحقيقه؟ خلينا نقول بشكل احسن. ايوه. الكي عاليه يعني. الكي عاليه. الكي ممكن لو كل ما الكي تزيد انا بقرب للاحتماليه دي، صح؟ يعني كل ما الماتيريال الكي بتاعتها تبقى عاليه قوي كل ما الاحتماليه دي ما تبقاش بعيده. صح كده؟ او الفرضيه دي ما تبقاش بعيده. طيب ايه تاني؟ اللي احنا لسه قايلينها من شويه؟ لو الثيكنس او يعني المسافه اللي بيقطعها الهيت يعني وهو ماشي كده تبقى صغيره، الثيكنس صغير، كل ما يصغر يبقى الجريدينت جوه مهمل، ما هي اصلا صغيره قوي. ايه تاني؟ في حاجه تانيه كده. حاجة تانية كده خبيثة، إيه؟
انت عايز تقول ايه؟ بص، هو في حاجه حاسسها بس عبر عنها غلط. هو عايز يقول ان الكونفكشن يبقى قليل، صح؟ يعني انا يهمني ايه؟ الكوندكشن يبقى سريع جدا بس الكونفكشن اللي بيحصل بره يبقى بطيء. لان بالظبط كده، لان انت لو الكونفكشن عندك سريع قوي، الحراره الفلويد اللي بره ده بيشد هيت بسرعه، دايما هيبرد لك السطح اسرع. انت فاهمين ولا لا؟ فهيعمل جريدينت. فانا عشان اقول ان السوليد ده التمشر فيه يونيفورم، عايز اقول كاني كده، عايز اقول ايه؟ يا ريت يبقى السكن صغير على قد ما اقدر، يا ريت الكي عالي قوي، يا ريت الاتش بره تبقى قليله قوي. ايه رايك في الكلام ده؟ طبعا واحد منهم يعني فاكتور وحيد بس منهم ما ينفعش، ممكن يبقى غير كافي. يعني ممكن يبقى الكي عندك عالي قوي بس الاتش عالي قوي برضو، فما ما تظبطهاش. انت فاهمين بقول ايه؟ فلازم الثلاثة فاكتورز دول مع بعض كده يبقى ليهم معيار واحد. عايزين نشوفه بقى، بس انتوا فاهمين عايز اقول ايه؟ فهم عملوا ايه بقى؟ بص بقى، طبعا انا بقول لك اهو these assumptions works properly، شغال الاسامشن ده كويس for large k solids. احنا فاهمين دي خلاص، الكي تبقى عالية قوي خلاص، يعني الكي tends to infinity ماشي، يبقى t ساعتها function في التايم، ده اللي احنا بنقوله. لكن انا بقول لك ان الكي از نوت ذا اونلي فاكتور، لان في فاكتورز ثانيه احنا اتكلمنا فيها. ايه بقى هي الفاكتورز الثانيه اللي احنا قلناها دي، وازاي نلمهم بقى في بعض؟ دي اللقطه الجايه. بص يا سيدي، دلوقتي ادي التمشن بروفايل اهو بالمنظر ده، وهنعرف بقى حاجه، هنعرف حاجه. عايزك بس قبل ما نعرف حاجه، هي احنا قلنا الكي عايزينها ايه؟ عاليه. والاتش عايزينها، الكي لما تبقى عاليه، الكي لما تبقى عاليه يبقى الكوندكشن ريزيستنس ايه؟ قليل. كوندكشن ريزيستنس يبقى قليل، والاتش عشان تبقى قليله يعني الكوندكشن ريزيستنس الكونفكشن ريزيستنس عالي، صح كده؟ يعني هي في الاخر كل واحده منهم بتسمع في ريزيستنس معينه. فهم عملوا ايه بقى؟ قال لك هنعرف حاجه اسمها، هنعرف الريشيو دي اللي هي الريزيستنس بتاعت الكوندكشن على الريزيستنس بتاعت الكونفكشن، الريشيو بين الاثنين. طيب في ناس بتسمي الريزيستنس بتاعت الكوندكشن هي الانترنال ريزيستنس على اعتبار انها جوه السوليد يعني، والكونفكشن هي الايه؟ الاكسترنال. بس يعني خلينا نتكلم كوندكشن وكونفكشن احنا. يبقى ار كوندكشن على ار كونفكشن، انا يهمني ان الريشيو دي تبقى كبيره ولا صغيره؟ ها؟ تبقى صغيره. انا عايز الريزيستنس في الكوندكشن صغيره جدا عشان الحراره تنتشر بسرعه، وفي نفس الوقت عايز الريزيستنس في الكونفكشن تبقى عاليه قوي عشان الكونفكشن يبقى بطيء بره. فهي الريشيو دي اللي تحكمك بقى، الريشيو دي اللي تحكمك. قال لك الريشيو دي لو اقل من 0.1 يبقى الاسامبشن بتاعك ده تمام. هو ده المعيار بقى اللي احنا ايه وصلنا له دلوقتي، الريشيو بين مين ومين؟ ها؟ الكوندكشن ريزيستنس والكونفكشن ريزيستنس. الريشيو دي لو اقل من 0.1 انتهى الموضوع، يبقى ساعتها الاسامبشن اللي انت تعمله ده مقبول، وتستخدم اللامبد كاباسيتنس ميثود دي تمام التمام، ومفيش تمشر جريدينت، والتي فانكشن في تايم بس. واضح الكلام ده؟ طيب سموا بقى الريشيو دي، سموها ايه؟ اسمه ايه ده؟ في حد قال حاجه، اسمه بايو نمبر. بايو نمبر التي بس سايلنت، بايو نمبر. بايو نمبر ده دايمنشنلس طبعا، لان هو عباره عن ايه؟ ريزيستنس على ريزيستنس، فهو دايمنشنلس. تمام كده؟ يبقى في الاخر انا اول حاجه اعملها في المساله اول ما اعرف انها انستيدي اعمل ايه؟ مساله انستيدي دلوقتي قدامي، طبعا هعرف منين انها انستيدي الاول؟ هيبقى في تايم في الموضوع، في تايم. كويس، اول ما عرفت انها انستيدي بروبلم اعمل ايه؟ اول حاجه اروح اعملها اروح احسب البايو نمبر ده. طلع ليه زي 0.1 بس، يبقى انا كده هشتغل بالطريقه اللي هي اللامبد كاباسيتنس اللي انا ههمل فيها تمشر جريدينت، خلاص كده وانتهى الموضوع. المساله سهله كده كده لما تبقى مساله سهله. ايوه خلاص ماشي، انا بكلمك في الفكره الاساسيه. لعب المسائل بقى فيه قصص وترايل اند ايرور وهنعيش حياتنا، بس انا بكلمك في الاصل الكونسبت ده. خلاص يا جماعه، حد عنده اي سؤال لحد هنا؟ يبقى احنا دلوقتي اول حاجه هنروح نحسبها ايه قلنا؟ البايو نمبر ده. طيب في سؤال؟ طيب البايو نمبر ده، البايو نمبر ده لما تيجي تقسم انت بقى الار كوندكشن على الار كوندكشن على الار كونفكشن، لما تيجي تقسمهم طبعا انت بتعرف تحسب الار كونفكشن لوحدها والار كوندكشن لوحدها، مش كده ولا ايه؟ لما تيجي تقسم الكلام ده هيطلع معاك المنظر ده، يعني حسبه بسيطه قوي تعملها اما تروح على طول سطر. هو عباره عن ايه؟ اتش، اقرا كده. البايو نمبر ده بيساوي ايه لما تيجي تقسم؟ طلع الاتش في ايه؟ حاجه اسمها ال سي. ال سي ده
ال ال سي ده اسمه كاركترستيك لينس. اسمه ايه؟ كاركترستيك لينس. يعني ايه كاركترستيك لينس؟ يعني هو بعد في المساله، دايمنشن. لو بنتكلم مثلا على بلين وول مثلا فهيبقى السيكنس مثلا، انا بقول اي كلام دلوقتي. لو بنتكلم عن سيلندر يبقى الراديوس، لو بنتكلم عن سفير مش عارف يبقى نص، اي كلام يعني بعد معين حسب الجيومتري. فالبعد عشان نكتبها بقى بشكل عام فبنقول ده اسمه ايه؟ كاركترستيك لينس، اي ما يكون بقى شكل الايه؟ الجيومتري. وانت بقى شوف الجيومتري بتاعتك الكاركترستيك لينس يبقى ايه؟ هنتكلم فيها دلوقتي. خلاص؟ المهم يعني انه هيطلع بيساوي الاتش في الكاركترستيك لينس على ايه؟ على الكي. هل ده يحقق اللي احنا بنفكر فيه؟ يعني هل الريشيو دي كده لما تبقى اقل من 0.1 يبقى الكلام منطقي؟ لان لو اقل من 0.1 يعني رقم صغير بقى، اقل من 0.1 يعني الاتش كانها الاتش ايه؟ وصغيره، وكان الكي عالي وده انا عايزه، وكان الثيكنس او الدايمنشن صغير، فهي جمعت الثلاثه فاكتورز في بعض. وفي الاخر اوعى تقرر ان انا هشتغل على الاسامبشن ده بيزد على واحد بس من الفاكتورز دي، غلط، لان لازم انا يهمني الايه؟ المحصله بتاعت الثلاثه. خلاص كده؟ فانا بقول لك ان اندر ذيس كونديشن، لو حصل الكونديشن ده، لو حصل الكونديشن ده هيبقى الايرور في الاسامبشن اللي احنا عاملينه اقل من كام؟ هو في ايرور طبعا، في ايرور في الاول وفي الاخر ده اسامبشن، ففي ايرور بس الايرور اقل من 5%، فايرور بسيط يعني مفيش مشكله. واضح كلامنا يا جماعه؟ حد عنده اي سؤال؟ في اي مشكله؟ ايه بقى الكاركترستيك لينس ده؟ طبعا دي حاجه نقدر نثبتها، يعني تروح البيت انا بقى عايزك تعملها انت الحكايه دي، انا هديك النتائج في الاخر وانت تروح اعملها، شوف كده لو بلين وول هتطلع معانا زي ما بنشوف كده ولا لا، يعني موضوع بسيط يعني. طيب احنا بنقول الكاركترستيك لينس هو الفوليوم، تعريفه كده، تعريفه كده. طب وجيت تعريف ده منين؟ لما جيت قسمت الريزيستنس على بعض ظهر الكلام. الكاركترستيك لينس بتساوي الفوليوم على ايه؟ على الكونفكشن سيرفيس اريا. فهو فوليوم على اريا، يدي لك متر يعني، يدي كدايمنشنز يدي متر، مش كده؟ كاركترستيك لينس. فانت عايز تعرف الكاركترستيك لينس عندك تعمل ايه؟ اللي انت عايزه عشان تروح تحسب مين؟ البايو نمبر ده. عشان تجيب الكاركترستيك لينس ده كل المطلوب منك احسب الفوليوم بتاع الجسم اللي قدامك على السيرفيس اريا اللي بيحصل عليها الكونفكشن. السيرفيس اريا معرضه للفلويد يعني، واقسم الاثنين دول على بعض يطلع كاركترستيك لينس. فانا عملنا القصه دي من نيابه عنك سريعا سريعا، وقلنا والله في حاله البلين وول بس لازم تبقى ايه؟ سيمتري. خلي بالك لحد دلوقتي احنا بنتكلم في كله سيمتري، لاحظ الحكايه دي عشان المحاضره اللي بعد الجايه هنبدا نبوظ الشرط ده كمان. احنا كل كلامنا دلوقتي ان احنا كل الباوندري كونديشنز اللي عندنا ايه؟ فيها سيمتري. طيب فعندنا سيمتريك بلين وول، الثيكنس بتاعها كام؟ 2 ال مش ال، دي من الحاجات اللي بتلخبط ناس كتير قوي. لاحظ ان احنا الثيكنس بتاعنا حسبناه كام؟ 2 ال مش ال. ليه؟ ايه؟ لا مش شرط، مش شرط، هي كان ممكن حد يسميها ال عادي بالمناسبه يعني، بس انا هقول لك يعني ليه دايما الناس بتحب 2 ال، هتفهم دلوقتي. المهم يعني لما دلوقتي الثيكنس بتاع البلين وول كام؟ 2 ال. بص كده تعال نعملها كده بسرعه، تعال نحسب الفوليوم ونحسب الايه؟ السيرفيس اريا ونشوف الريشيو دي كام. طيب عندي بلين وول اهي، ركز بقى كده، الثيكنس ده كام يا جماعه؟ 2 ال، ودي هي الاريا، صح الكلام ده؟ وانا عندي سيمتري بقى، يعني الفلويد اللي هنا ونص الفلويد اللي هنا، تمام. يلا الكاركترستيك لينس مش قلنا الفوليوم على السيرفيس اريا دي الفوليوم بكام؟ 2 ال في ايه؟ في الاريا. طيب والفوليوم السيرفيس اريا 2 اريا، انا عندي اريا من الناحيه دي واريا من الناحيه دي، فادي 2 اريا، فالاثنين دول هيطيروا الاثنين اريا دول يتبقى مين؟ فالكاركترستيك لينس هيطلع ايه؟ نص الثيكنس مش الثيكنس، عشان كده سموه 2 ال عشان يبقى كاركترستيك لينس ال. ناس بتهزر يعني، كان ممكن تسميه ال ويبقى كاركترستيك لينس ال على الاثنين يعني، مش مشكله يعني. المهم يعني ان هو هاف الثيكنس ده المهم. خلي بالك الكاركترستيك لينس مش الثيكنس، نصه. افتكرها في حته 2 ال دي. تمام كده؟ نفس القصه ممكن تعملها لو عندي سلندر، نفس الكلام، تعمل نفس الكلام ده. هيطلع الكاركترستيك لينس نص الراديوس. ولو سفير تلت الراديوس، تقدر تحسبها دلوقتي. احسب الفوليوم واسمع الاريا وخلاص. تمام يا جماعه؟ يبقى انت دلوقتي الجيومتري اتحلت خلاص. اي ما يكون شكل الجيومتري ايه؟ انا عارف الكاركترستيك لينس بتاعه.
وانا المفروض ابقى عارف الكي والاتش، يبقى انا كده جبت مين؟ يبقى انا كده جبت مين؟ جبت البايو نمبر. اقل من بوينت 1 اشتغل، اكبر من بوينت 1 استنى المحاضره الجايه. من الاخر يعني واضح الكلام ده؟ اي سؤال؟ طيب انا بس عشان اقنعك، انتوا اقتنعتوا خلاص اكيد، بس يعني عشان اقنعك اكتر بان فاكتور لوحده ما ينفعش. بص مثلا على شويه الاكزامبلز دي كده. اول اكزامبل ده بيقول لك ايه؟ بيقول لك انا عندي شايفينه كويس؟ شايفين الارقام؟ دلوقتي انا عندي 3 سنتيمتر ستيل كيوب كولينج ان روم اير، يبقى انا حاطط كيوب حديد ستيل في هواء، بس هواء ايه؟ روم اير يعني هواء ستاجننت قاعد كده زي الهواء اللي احنا فيه ده، مفيش فيلوسيتي يعني ولا حاجه. يبقى ساعتها الاتش بتبقى كبيره ولا صغيره؟ الاتش صغيره، يعني تحقق لي اللي انا عايزه مش كده؟ بس تروح انت تشوف الستيل ده الكي بتاعته كام؟ 40 والاتش بتاعته 7، رقم صغير قوي. ال 40 ده رقم صغير ولا كبير؟ يعني مش قوي، يعني مش لا كبير قوي ولا صغير قوي يعني. المهم ان الاتش طالعه بكام بقى كمان؟ اسف، ال 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 البايو نمبر طالع بكام؟ رقم صغير جدا، رقم صغير جدا، رغم ان الكي بكام؟ شايف 40، رقم مش قليل قوي زي ما احنا عايزين يعني. احنا عايزين الكي كبيره. ال 40 ده رقم مش كبير، ده احنا عندنا الكبر تقريبا 400. انتوا عارفين كده ولا لا؟ فيعني ما يقول لك اجي اقول لك مثلا الكي بتاعت سوليد 40 رقم مش صح؟ لكن طلع لي في الاخر البايو نمبر بكام؟ اقل كتير جدا من بوينت 1. يعني حاله زي دي اقدر اطبق عليه الاسامبشن ولا لا؟ رغم ان الكي مش الرقم العالي اللي انا مستنيه. صح كده؟ انما مين عوضه؟ الاتش صغير قوي، الثيكنس كان صغير. او الكاركترستيك لينس بقى خلينا نقول. طيب لو خدنا 5 سنتيمتر جلاس سلندر كولد في 50 متر بير سكند اير ستريم، 50 اير بير سكند يعني اير ستريم بقى له سرعه عاليه، فالاتش ايه؟ بص الاتش هنا كام بقى بدل السبعه بقت كام؟ 180، دي بوظت لك الدنيا. مش كده؟ بس الكي كام؟ رقم صغير قوي. رقم صغير، طب لما يبقى كده صغير والاتش كبير. دي بايظه خالص من كل حاجه. خلاص كده؟ فطبعا طالع لي الباي نمبر شايف كام؟ 2.8، ده بعيد تماما. احنا عايزين يبقى اقل من كام؟ طيب بص اللي بعده، نفس السيتويشن الثاني اللي هو نفس دي بالظبط، بس استخدمت الكابر بدل الازاز. فاللي حصل ايه؟ فرق ايه اللي فرق؟ الكي بدل ما كانت 0.8 بقت 380. شايف بقى الباي نمبر بقى ايه؟ يعني نفس الحاجه هي شلت بس الازاز حطيت مكانه ايه؟ كابر، غيرت بس الكي. انا بس بثبت لك وبقنعك اكتر زي انا فهمت خلاص انت اكيد مقتنع يعني، انه يهمني الكومباينيشن بتاع الثلاثه فاكتورز. هو ده المهم، هو البايو نمبر ده هو المعيار، وده اللي هيقول لي اعمل الاسامبشن ولا ما اعملوش. خلاص كده؟ في اي سؤال؟ طيب ايه الخطوه الجايه؟ نحل المعادله. الخطوه الجايه دلوقتي احنا نحل المعادله، بس هو الموضوع ابسط من ان احنا نحل المعادله. ليه؟ لان التنشن ثابته مع الاكس، فالموضوع بسيط قوي، يا دوبك تغير في تايم وخلاص، والتمشى ثابته مش كده؟ فلو عملنا انرجي بالانس كده خلصنا لنا القصه دي. تمام؟ فاحنا هناخد اكزامبل كده نقول ايه؟ بص كده هنقول از تيبيكال اكزامبل، اكزامبل بس هناخده عشان نطلع بالفانكشن اللي هي تغير التمشى مع التايم. از تيبيكال اكزامبل اوف ذيس تايب اوف ترانزيانت هيت فلو، كونسيدر ذا كولينج اوف سمول ميتال كاستنج ان كوينشنج باث افتر اتس ريموفال فروم ا هوت فيرنس. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ايه؟ يعني انا عندي جسم ايا ما يكون بقى ايه شكله ايه وبتاع، المهم يعني كان محطوط في فيرنس فطالع درجه حرارته ايه؟ عاليه جدا، رحت حطيته في فلويد عشان يبرد. تش كوينشنج. فبيبرد فالتمشه بتاعته عماله مع الزمن ايه؟ تقل. بس دي الحاله اللي احنا ده الموديل اللي احنا نشتغل عليه يعني، وهنطلع المعادله وخلاص ونجنراليز المعادله دي بقى. خلاص كده؟ فالمنظر هيبقى كده. ده خلاص احنا فهمنا بقى تمشي البروفايل ده بيحصل ازاي. خلاص؟ طيب وهنعمل انرجي بالانس على الجسم ده. الموضوع بسيط جدا 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 يعني. احنا بنقول ايه بقى؟ تعالى نعمل انرجي بالانس بسرعه كده. اقرا كده الكلمتين دول، الكيو بتساوي ايه؟ ليه قلنا كده؟ الكلام ده صح مبدئيا؟ انرجي بالانس، هو مبدئيا انرجي بالانس يعني ايه؟ يعني هتقول كده والله بص المفروض يعني هتقول الكيو اللي داخل مش كده؟ زائد لو في اي كيو جنريتد.
ناقص ها الكيو اللي خارج اي كيو اوت المفروض الكلام ده يساوي ايه بقى؟ لا زيرو ازاي؟ اه معدل تغير الانرجي يبقى الدي اي باي دي تايم مش ده الاصل؟ ده ده الانرجي بالانس ده جنرال ده. طيب هل احنا عندنا في كيو داخله في المساله دي؟ في كيو داخله؟ مفيش كيو داخله. في كيو جنريشن؟ مفيش. الجسم سخن هو سخن خلاص خد الحراره بتاعته خلاص من حته ثانيه وجاي لي بيبرد بس. فما عنديش ده يبقى انا عندي بس ايه؟ والكيو اوت دي بتخرج بالايه؟ بالكونفكشن في الاخر يعني خارجه كونفكشن صح كده؟ فنقدر نقول ان ادي ماينس كيو باي كونفكشن بتساوي ايه؟ بتساوي ماينس كيو باي كونفكشن بتساوي ايه؟ دي اي باي دي تي. طب هي ايه الاي الاول؟ الاي هي ايه يا جماعه؟ ام سي ها؟ دي تي مش كده؟ او دي اي يعني صح الكلام ده؟ طيب يعني لما نيجي ناخد الكلام ده ونفضله مع الزمن يطلع ايه؟ الام دي نقدر نفكها رو في الفي في السي ها دي تي باي دي تايم. فمين المعادله دي؟ فمنها دي فيها مشكله؟ كلام فارغ يعني. طيب الكيو باي كونفكشن دي نقدر نفكها ولا ما نقدرش؟ احنا عارفين الكيو باي كونفكشن بتساوي ايه؟ ادي الماينس اهي اتش اي دلتا تي. مين بقى دلتا تي؟ مين ناقص مين؟ مين ناقص مين؟ تي جنرال تي. ما هو حسب انا عندي عند اي زمن التي بتاعت الجسم ناقص التي انفينيتي. التي بتاعت الجسم دي بتتغير خلي بالك فما اقدرش اسميها تي انيشال مثلا ولا حاجه فهي تي هسيبها تي كده. فادي التي ماينس مين؟ تي انفينيتي. الكلام ده المفروض ان هو بيساوي رو في سي ها دي تي باي دي تايم صح كده؟ هات بقى طبعا دول كونستنت كل ده كونستنت الرو في الفوليوم في السي ده ثوابت فهاته من الناحيه الثانيه مع الاتش اي يبقى ادي ماينس اتش اي على مين؟ رو في سي ها تي ماينس تي انفينيتي الكلام ده بيساوي دي تي باي دي تايم. نعمل ايه دلوقتي بقى؟ نفصل هات التايم هنا وهات التمبرتشرز الناحيه الثانيه عشان نعرف نكامل بقى. فيبقى ادي ماينس اتش اي اوفر رو في سي في الدي تي مش كده؟ بيساوي دي تي اوفر مين؟ تي ماينس تي انفينيتي والانتجريت هنا والانتجريت هنا طبعا انا خدت الكلام ده كله بره عشان ثوابت. فالانتجريشن هنا انت بتكامل بالنسبه للتايم الليمتس بتاعتك من كام لكام؟ من زيرو لاي تايم تي بقى. هنا انت بتكمل بالنسبه لمين؟ للتمبشر يبقى الليمتس بتاعتك من تي انيشال لتمبشر تي عشان نطلع معادله عامه. تمام كده؟ لا لا لاي تي بقى ما انا عايز عند الزمن ده تي كام؟ انا عايز التي والتايم دول يبقوا فري كده. خلاص يبقى الكلام ده هيطلع اي ماينس اتش اي ها؟ ده تكامل الدي تي ده هيطلع ايه ده؟ تي وهتعوض بتي ومره بتي ومره زيرو يبقى تي خلاص. يبقى ادي تي اوفر رو في سي، الكلام ده بيساوي ايه بقى الناحيه الثانيه؟ لين تي ماينس تي انفينيتي خد مره تي ومره تي انيشال واطرح وتلمهم تحت بعض عشان لين، فاهمين القصه دي؟ فيطلع ايه في الاخر؟ تي ماينس تي انفينيتي على تي انيشال ماينس تي انفينيتي. صح كده؟ شكلها مش حلو قوي فهناخد اكسبوننشال الطرفين عشان بس نبسطها شويه انا همسح فوق. يلا لما تاخد اكسبوننشال الكلام ده فين احنا اهو يلا يطلع ايه؟ ها تي ماينس تي انفينيتي على تي انيشال ماينس تي انفينيتي الكلام ده هيساوي ماينس اتش اي تي اوفر رو في سي بس خلاص كده. خلاص كده احنا وصلنا. ايه المنظر اللي قدامك ده؟ ايه المنظر ده؟ تمشي ديستريبيوشن ده مع التايم صح كده؟ ده الفانكشن تمشي بتتغير مع التايم اهي صح؟ فاحنا وصلنا للمنظر ده اهو خلاص بعد اللي احنا اثبتناها اهو خلاص وصلنا في الاخر ان التي ماينس تي انفينيتي اوفر تي انيشال ماينس تي انفينيتي. طبعا انت في المساله معاك التي انفينيتي مش كده؟ ومعاك التي انيشال صح؟ ومعاك الاتش ومعاك الاي ومعاك الرو في الفوليوم في السي كل ده معاك. الانون اللي هنا الانون هنا في مين؟ التمبرشر عند التايم ده او التايم عند التمبرشر دي يعني حسب بقى. فبقت المعادله بسيطه خالص اهي. لامبد كاباسيتنس ميثود ساعدتنا جدا ان احنا نوصل للنتيجه دي ولا نحل ديفرنشال ايكويشن ولا بتاع صح الكلام ده؟ في مشكله في الكلام ده يا جماعه؟
طيب فاحنا بس هنعمل ايه؟ التي ماينس تي انفينيتي انتوا سميتوها ايه قبل كده؟ في الفينز ثيتا. فادي ثيتا اوفر ثيتا انيشال بتساوي الكلام ده اي ذا باور ماينس تي اوفر ايه ده بقى؟ تاو. ايه التاو دي؟ فقال لك التاو دي اللي هي مين؟ ها اسمها ايه؟ تايم كونستانت اللي هو بتساوي رو في سي على اتش ايه من التعريف. صح؟ ايه التايم كونستانت ده؟ حد عارف ايه التايم كونستانت؟ نعم؟ مش سامع معلش. حاجة ثابتة مع الوقت؟ لا. ايه التايم كونستانت ده؟ انتوا سمعتوا عنه اصلا قبل كده؟ انتوا ما سمعتوش عنه اصلا. والله؟ تايم كونستانت. هو طبعا هو اسمه خادع شويه يقول عشان كونستانت فالناس بس يا جماعه التايم كونستانت ده تايم في الاخر بالسكندز عادي تايم يعني كذا ثانيه. هو القصه كلها التايم كونستانت ده انا بس عايزك تركز في حاجه كده عايزك تركز في حاجه. حد متخيل يا جماعه شكل الكيرف ده يبقى ايه لو رسمناه؟ اكسبوننشال ديكي. انت بتتكلم عن ماينس هنا مش كده؟ فالتمشر بيتغير طبقا للاكسبوننشال ديكي كده. يعني لو جينا رسمناها كده هتلاقي المنظر عامل كده. لو ادي التمبتشر اهي مع التايم مثلا تلاقي بيقل كده بشكل اكسبوننشالي لحد ما يوصل فين. خلينا نفكر كده لحد ما يوصل فين. هنا اخر حاجه هنا تبقى كام؟ تبقى تي انفينيتي. يعني المفروض اوصل هنا كده في الاخر تبقى دي هي دي تي انفينيتي. وبادئ منين انا؟ من تي انيشال. يبقى هي بادئه من التي انيشال. خلي بالك بقى خلي بالك هي بادئه من التي انيشال الجسم يعني بادئ التمشر بتاعته من التي انيشال وعمال يقل باي معدل اكسبوننشال ديكي وعمال يقل بشكل اكسبوننشال كده اكسبوننشال 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 عند بقى تي تنسو انفينيتي المفروض هيوصل لايه؟ لتي انفينيتي. مفهومه؟ طيب فاحنا دلوقتي بالنسبه لنا ركز بس ركز جدا الحاجات المشهوره قوي ده كونسبت مهم ده من الحاجات اللي دلوقتي احنا هنتحرك من النقطه دي لهنا ده المسافه كلها مش كده؟ ده المشوار اللي السيستم هياخده من الانيشال لحد الانفينيتي كل السكه دي هينزل لها هياخد تايم معين. التايم كونستانت ده عشان ده مهم قوي في الدايناميك سيستمز لما تيجي بعد كده تدرس فايبريشنز او تدرس كنترول او حاجات زي كده. التايم كونستانت ده هو الوقت اللي انا باخده عشان اوصل لتقريبا 63% من المشوار كله. حد فاهم حاجه؟ حد فاهم انا قلت ايه؟ ايه علاقه ده جه منين؟ ايه معنى 63% دي؟ حد عنده تفسير؟ هديك دقيقه تفكر. انت الاول فهمت انا قلت ايه اصلا؟ هعيد تاني هعيد تاني ركز معايا ركز معايا. التايم كونستانت ده تعريفه كده ده خلي بالك ده كان في اي حاجه مش بس في اللامبد كاباسيتنس ميثود وهيت ترانسفير ده في اي حاجه تسمع كلمه تايم كونستانت تترجم على طول ان ده التايم اللازم عشان السيستم اللي انا بدرسه يبقى هيت ترانسفير بقى يبقى فايبريشن يبقى اي حاجه السيستم ده يوصل يقطع يعني يقطع 63% من المشوار الكامل اللي هو عايز يوصله. يعني عايزين نجيب هنا من تي انيشال لحد تي كام؟ انفينيتي هياخد تايم معين. التايم اللي انا خدته علشان اوصل ل 63% من السكه دي كلها اسمه تايم كونستانت. اشمعنى بقى 63%؟ مش احنا قلنا ثيتا اوفر ثيتا انيشال بيساوي اي ذا باور ماينس تي على تاو؟ مش كده؟ وقلت لك ان التاو دي هي مين؟ التايم كونستانت مش كده؟ حط التايم بتاعه كده حط التايم بتاعه ما انت عشان تفهم يعني ايه تاو اصلا اللي هي التايم كونستانت دي حط التايم هنا بتاعه شوف هنا قطعت كام صح كده حط التايم هنا بتاعه ايه ذا باور كام تطلع كام دي بقى حد يحسبها كده اي باور ماينس 1 يلا احسبها دلوقتي 0.367 كام 3.6 3.6 ايوه كام؟ 3.6 الرقم ده بقى لو من واحد بالظبط كده فهمنا حاجه؟ يعني انت لو حطيت التايم هنا بالتايم كونستانت ده تلاقي ان انت قاطع من ده ال 63% فاهمين ولا لا؟ لا ايه؟ احسبها يا ابني احسبها طلع كالكتر واحسبها انت دلوقتي لو حطيت التايم ده بتاعه يطلع ده كام قلنا؟ يطلع كام ده؟ يبقى السيتا بتاعتك على السيتا انيشال بكام؟ ال 36 دي ولا مش عارف كام؟ يبقى انت قاطع كام من الاصل من فوق خالص؟ 63 مشيتهم
ايوه عشان افهم يعني ايه تاو. ما انا عايز افهم ايه التايم كونستنت ده. على فكره اللي انا بقوله ده ملوش علاقه بالهيت ترانسفير خالص. ممكن انت مجرد بس تعرف ان الكلام ده اسمه تايم كونستنت وخلاص، بس ده معناه ايه بس انا بوصل لك لكده. طيب بص بص كده، ركز 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 عشان تفهم اكتر ايه التايم كونستنت ده. ركز معايا كده دلوقتي. هنفترض ركز بقى في دي اللي ما لقطش اللي فات يركز هنا. دلوقتي انا هفترض ان انا عندي 10.1 سنتيمتر ديامتر كابر واير. كابر واير اوريجينالي كان عند تمشر كام؟ كام؟ 150 سيلسيوس. حطيته في فلويد ودرجه حراره الفلويد ده كام؟ 40. خلاص يبقى انا انيشال كنت كام؟ 150. وهيفضل بقى بيقل بيقل طبقا لانهي ريت قلنا الاكسبوننشال بالشكل ده لحد ما نوصل المفروض عند تايم طويل كده كبير نجيب ال 40. خلاص بس ما تنساش ان ده كان ايه؟ كابر واير. كابر واير. طيب لازم عشان ده يحصل احط الكابر واير ده فين؟ في فلويد عشان يبرد، مش كده ولا ايه؟ فانا عندي الكابر واير ده كان 150، حطيته في فلويد اللي هو عند 40 عشان يبرد بقى ويقل كده. طيب حطيته مره في هواء ومره حطيته في ميه، يفرق ولا ما يفرقش؟ عشان الاتش صح، هيفرق عشان الاتش. طيب لما حطيناه في ميه بص شايف حصل ايه؟ شايفين اللي حصل؟ وقع بسرعه قوي، التمشن بتقل بمعدل سريع جدا. خلاص لما حطيته في هواء بتقل برده اكسبوننشال برده بس بطيء جدا صح كده. طيب ايه الفرق بين الاثنين؟ احنا قلنا الفرق هو الاتش. طيب لما اجي انا اسالك بقى، لما اجي انا اسالك التايم، ركز بقى ركز ركز، التايم كونستنت هنا اعلى ولا هنا؟ اول ما تتسال السؤال ده ارجع بس خطوه كده، هو يعني ايه تايم كونستنت؟ هو التايم اللازم عشان اقطع 63% من المشوار. يعني كل ما التايم كونستنت يزيد يبقى الريسبونس اعلى ولا ابطا؟ كل ما التايم كونستنت يزيد يبقى الريسبونس ابطا لان انا محتاج وقت اطول صح كده؟ يبقى ده معناه ان التايم كونستنت على الاير ايه؟ اعلى. طب هو التايم كونستنت احنا عرفناه بايه اصلا؟ احنا عرفنا التايم كونستنت بايه؟ رو في سي اوفر اتش ايه، شايف الاتش تحت، فالاتش بتاعت الهواء اقل فبدايه التايم كونستنت اعلى، فالريسبونس بتاعه بطيء جدا. فاهمين الحكايه؟ بدات تبان شويه. ف ايوه قول. في اي دايناميك سيستم بقى، اي دايناميك نفس الكونسبت ده، هو غير بقى شكل المعادله. لا لا لا، هيبقى كل سيستم له تايم كونستنت بتاعه، بس في الاخر هو الكونسبت تايم كونستنت واحد. خلاص يا جماعه واضح الكلام ده؟ طيب يبقى هنا نقدر نفهم ان التايم كونستنت بتاع الاير اعلى من الميه عشان الاتش بتاعت الاير اقل من الميه. طيب حد عنده اي سؤال؟ في اي سؤال؟ ما تنساش ان احنا كل المحاضره النهارده احنا عاملين نجليكشن لايه؟ للتمشر جريدينت. عاملين نجليكشن للتمشر جريدينت اللي هو اصلا عارف انه موجود، بس ده اصلا مش عشان يسهل الموضوع كده. طيب اخر حاجه، اخر حاجه دلوقتي عايزين نعرف، ركز بقى معايا في دي، عايزين نعرف حاجة بقى. يعني خلي بالك المسألة هنا، المسألة بتاعت ال بتاعت اللامبد كاباسيتنس دي هتطلب منك ممكن حاجتين مثلا. أول حاجة هيقول لك والله بعد مثلا مرور خمس دقايق التمشن بقت بكام؟ هتعمل إيه عشان تحل السؤال ده؟ هتعمل إيه؟ تاخد الإيكويشن احنا لسه أثبتناها دلوقتي دي بتاعت الإكسبوننشال مش عارف إيه دي، وتاخدها تحطها كده وتحط التايم بكذا تطلع التمشن، خلص الموضوع. تمام؟ طيب السؤال التاني بقى يقول لك إيه؟ طيب بعد مرور خمس دقايق انا سالتك من شويه التمشه كانت كام؟ طب قول لي بقى دلوقتي انا رميت كميه هيت قد ايه؟ رميت كميه انرجي قد ايه؟ ما هو دلوقتي هو مع التايم الجسم ده عمال ايه؟ يلوز هيت، بيرمي هيت مش كده؟ عمال يرمي يرمي يرمي. قول لي بقى بعد خمس دقايق رمينا كميه انرجي قد ايه؟ حد فاهم السؤال؟ يعني المطلوب دلوقتي، المطلوب اللي في الاخر حضرتك هتحسبه، الرقم اللي هتحسبه ده اليونتس بتاعته تبقى ايه؟ ها؟ جول. انا رميت كام جول في الاخر؟ بعد خمس دقايق، بعد 10 دقايق، عمال ارمي جولز، انا عمال ارمي انرجي جولز.
خلاص كده؟ طيب انا بقى عايز اعرف بعد وقت معين رميت قد ايه؟ نضرب الكيو في الزمن كيو ايه؟ ايه كيو اللي يضربها في الزمن دي؟ ما هو كيو دي مش ثابته، ما كيو دي عماله تتغير. ما تمشي بتتغير فكيو فلازم تكامل. ما هو ده اللي هنعمله دلوقتي، ده اللي هنعمله، ركز بقى معايا كده. ركز معايا، احنا هنعمل نفس اللي انت قلته ده. احنا دلوقتي عندنا الكيو باي كونفكشن هو ده اللوس، بس ده اللوس ريت مش كده؟ ده معدل فقط. فانا هشوف تعريفه والله، هو الدي كيو كابيتال كيو هي الانرجي بقى، الانرجي بتضيع في تايم قد ايه؟ فدي كيو باي دي تي، صح كده؟ ده تعريفه اصلا. يبقى انا دلوقتي عندي الدي كيو باي دي تي بتساوي ايه؟ الكيو باي كونفكشن بتساوي ايه؟ اتش ايه في مين؟ في التي ماينس تي انفينيتي، تي جنرال تي كده ماينس تي انفينيتي. ما تنساش بقى ان احنا كنا قايلين من شويه ان التي ماينس تي انفينيتي اوفر التي انيشال ماينس تي انفينيتي بكام الكلام ده؟ اي باور ماينس اتش اي تي اوفر رو في سي. خليك فاكر بس دي. خلاص؟ فانا رحت شايل التي ماينس تي انفينيتي وحطيت مكانها مين؟ التي انيشال ماينس تي انفينيتي في الكلام ده. اللي هو اي باور ماينس تي على تاو يعني. صح كده؟ تمام. ويبقى بقى خلاص هنبدا بقى تعالى نحسبها، تعالى نعملها نكمل احنا بقى. يبقى احنا دلوقتي عندنا الاتش اي فين؟ دي كيو واي دي تي كان ده بيساوي ايه؟ ها؟ اتش اي ايوه في تي اي ماينس تي انفينيتي اوفر في اي باور ماينس تي على تاو. صح كده؟ نفصل بقى ونكمل. يلا هنجيب ايه بقى؟ ادي الدي كيو لوحديها اهي بتساوي اتش اي في تي انيشال ماينس تي انفينيتي اكسبوننشال بتاع اي ماينس تي اوفر تاو، واحط التكامل هنا وهنا. حد زعلان؟ ليه حطيته هنا ما حطيتوش من الاول هنا اهي؟ ليه؟ كل ده ثوابت مش كده؟ طيب هكمل هنا من كام لكام؟ في الكيو هنا بكمل من كام لكام؟ من زيرو لايه؟ لكيو. ما انا بكمل بالنسبه للكيو، يبقى من زيرو لكيو جنرال. وهنا بنكمل من كام لكام؟ من زيرو، من تايم زيرو لحد تايم تي. طيب يبقى ده طلع لي كيو اهو مش كده؟ مش كده؟ كيو بيساوي ايه بقى؟ ها؟ اتش اي في تي انيشال ماينس تي انفينيتي ها؟ اكسبوننشال بتاع ماينس تي اوفر تاو على ماينس واحد على تاو، والكلام ده كله من كام لكام؟ من زيرو لتايم تي. لحد هنا مظبوط؟ طب الماينس واحد على تاو ده ثابت، ثابت خلي بالك، ده التاو ده ثابت اصلا، فممكن يتاخد ده بره. فاحنا ممكن نعمل ايه؟ نقول الكلام ده بيساوي ايه ده؟ ها؟ ماينس اتش اي تي انيشال ماينس تي انفينيتي في كام؟ في التاو. ما هو ناقص واحد على التاو دي تحت، فهطلع التاو فوق. بيساوي ايه الكلام ده؟ اسف، في اي باور ماينس تي على تاو. من زيرو لتايم. لحد هنا حد معترض؟ همسح بس فوق كده. ثانية واحدة، ثانية واحدة. ماينس اتش اي تي انيشال ماينس تي انفينيتي في التاو في تا باور ماينس تي اوفر تاو من زيرو لتايم. طيب لحد المعادلة دي حد عنده مشكلة؟ ركز بس معايا، ركز معايا، ركز معايا. لحد هنا في أي مشكلة؟ طيب لا، ما هو تي واحد عندي زيرو بقى خلاص. ما انا بادئ من انيشال كونديشن. لا التاو ده رقم ثابت، رقم. التاو، التاو ده رقم ثابت، رو في سي اوفر كي مش عارف ايه، خلاص خلاص ارقام ثابته كلها. ماشي؟ طيب ها نعمل ايه هنا ثاني يا جماعه؟ نعمل ايه ثاني هنا؟ نعوض بقى بالكلام ده، يبقى ماينس اتش اي في التي انيشال ماينس تي انفينيتي وادي التاو اهو ها هنا تبقى ايه؟ ها اي باور ماينس تي اوفر تاو ماينس واحد. صح كده؟ مظبوط ولا لا؟ خليك معايا بس انا اللي اغلط انا. طيب وبعدين فك بقى الكلام ده، ادي ماينس اتش اي في التي انيشال ماينس التي انفينيتي في اكسبوننشال تي اوفر تاو في التاو. صح كده؟ ماينس نفس الكلام ده بقى زائد بقى مش كده؟ زائد اتش اي في تي انيشال ماينس تي انفينيتي.
تمام هنا ولا ايه في مشكله؟ في تاو في تاو اه في تاو هنا في تاو اهي. ها لحد هنا تمام كده؟ خلاص خليك بس معايا هنوصل لحاجه دلوقتي خليك معايا. طب نعمل ايه دلوقتي؟ الاتش اي في التاو ده كله ثابت مش كده؟ خلي بالك ان ده مين ده؟ ده مين؟ ده لوحده مين ده؟ تي ماينس تي انفينيتي. فانا هسحب بقى ادي الماينس اتش اي في تي ماينس تي انفينيتي خليها لوحديها فاخد التاو كمان معايا مش كده؟ يتبقى لي ايه بقى؟ وهيتبقى لي هنا تي ماينس تي ماينس تي انفينيتي مش كده؟ تي ماينس تي انفينيتي ماشي ها والناحيه الثانيه ماينس تي انفينيتي بلس ماينس تي اي بلس تي انفينيتي صح كده؟ راجع كده راجع راجع بص مظبوط لحد هنا كويس في مشكله طيب بعدين دي بقى كنسلت دي خلاص يتبقى ايه كده يساوي ها ماينس اتش اي في التاو في مين هنا بقى تي ماينس تي انيشال او تي خلينا ماشي ممكن نشيل دي ويبقى تي انيشال ماينس تي صح كده معايا ولا لا نفك التاو بقى دلوقتي فك التاو دي تبقى ايه اصلا اتش اي التاو هي رو في سي على اتش اي في التي انيشال ماينس تي الاتش اي راحت مع الاتش اي اتبقى لك ايه بقى حضرتك ام سي في التي انيشال ناقص تي انت متخيل النتيجه بعد كل ده طب ما احنا عارفين من الاول انت مش عارف كده اصلا من الاول انت عايز تعرف دلوقتي كميه الانرجي اللي اترمت طب خلاص يبقى نعمل ايه ام سي دلتا تي اهو ام سي في التي انيشال ناقص التي بتاعتك بس خلي بالك خلي بالك التي انيشال ناقص التي اللي انت بقيت عليها في الزمن ده مش كده فانت تقدر تجيبها على طول اصلا من سيرمو دينامكس بقى كل وجع القلب ده بس هي في الاخر ايه عشان بس نشبك كله في بعضيه واضح الكلام ده يا جماعه حد عنده اي مشكله فاحنا في الاخر هنوصل للمنظر العظيم ده رو في سي في التي ماينس اللي هي التشنج في الانترنال انرجي يعني اللي انت تقدر تحسبها من سيرمودينامكس اساسا بس فطبعا ده معناه ان الكيو نفسها بتتغير مع التايم لان كل ثانيه عمال ترمي تاني انا بتكلم على الكابيتال كيو كل ثانيه عمال ترمي فانا هطلب منك في الغالب يعني الطلبين دول احسب لي عند تايم كذا تمشي بكام ونمينا كميه انرجي قد ايه بس طيب سؤال بقى سؤال انا كده خلصت اللي انا عايز اقوله النهارده بس انا عندي سؤال بقى اسمعني بس اسمعني اسمعني لو جينا في مسألة تانية لو جينا في مسألة تانية وكانت التمشي بتتغير مع الاكس اللي هو مش موضوعنا النهاردة فاهمين بقول ايه لو التمشي بتتغير مع الايه اللي هو الحالة الجنرال بقى العادية الاصلية واطلب منك احسب الكيو بعد خمس دقايق تعمل ايه الكيو اللي اترمت دي زي اللي احنا حاسبينها من شوية دي هتقدر تقول بقى ام سي دلتا تي؟ ليه لا ليه؟ ليه؟ الكيو بتساوي ام سي دلتا تي ده صحيح بس انهي تي بقى؟ هو الجسم ده له 100 تي. انتوا فاهمين بس المشكله؟ فعشان كده هي مشيت معايا انا هنا وطلعت النتيجه اللي انا عارفها يعني والدنيا سهله عشان انا فرض ان التي ايه؟ يونيفورم انما لو مش كده الدنيا هتعك بقى. المرة الجاية هنفك بقى الايه؟ التعقيدة دي. خلاص؟ فاحنا المرة الجاية هنتكلم في النوع الثاني من الكوندكشن في الترانزيانت اللي هو لو كانت تمشي كمان فانكشن في ايه؟ في اكس. ايه؟ يا شباب يا شباب انا محاضراتي كلها يوم الاثنين، يوم الحد مفيش. يعني هو الحد الجاي المفروض ان احنا لينا محاضرة. لا خلاص. الاثنين بس.